يلا بينا نتعلم اللغة العربية يا أطفال. كان يا مكان في آخر عصر الزمان، ولا يحل الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في مدينة كبيرة، وكان في المدينة بيت، البيت ده بيسكنوا الحروف، وكان عددهم 28 حرف، وفي ناس بتقول لأ دول 29، وجت جدتهم الكبيرة بتزعق: انتوا ايه اللي خلاكم تطلعوا بره البيت وتلعبوا؟ انتوا مش عارفين انكم لازم تكونوا في البيت حرصا على سلامتكم؟ بصوا لها وسكتوا وراحوا لاعبين واستخبوا منها حوالين الأشجار، وابتدت تنادي عليهم اسم اسم: يا ألف يا همزة، يا ألف يا همزة، يا الألف همزة ادخل جوه البيت واغسل ايدك كويس لمدة 20 ثانية علشان خاطر الميكروب ما ياكلكش، يا باء يا باء، جت الباء قالت لها ادخلي جوه البيت واغسلي ايدك كويس، وبعد كده الباء دخلت: يا تاء يا تاء، جت التاء قالت لها حاضر يا جدتي هعمل زي اللي قبليه، يا فاء يا فاء، جت الفاء وقالت لها حاضر يا تيتا هدخل، يا جيم يا جيم، يا حاء يا حاء، يا خاء يا خاء، ودخل الجيم ودخل الحاء ودخل الخاء: يا دال يا دال يا دال يا دال، ادخلوا زي اخواتكم واغسلوا ايديكم لو سمحتوا. جت الراء وجت الزي وقالت لها احنا جينا جدتي، راحت الجدة ضحكة قالت لها خلاص يا راء ادخلي ادخلي يا زي واغسلوا ايديكم لو سمحتم كلكم في تاني مرة 20 ثانية، على وخلوا الصابون عليها علشان خاطر تقتلوا الفيروس الملعون. السين قالت للشين: يا شين انا نفسي العب شوية، يا سين يا شين يا سين يا شين، يلا ادخلوا على البيت بسرعة، يا صاد يا صاد، جت الصاد ودخلت، يا ضاد يا ضاد، جت الضاد ودخلت، ويليها يا طاء يا طاء، جت الطاء ودخلت، يا ظاء يا ظاء، جت الظاء دخلت، يا عين يا عين، جت العين وفيها وراها على طول جت اختها الغين ودخلوا هما الاتنين، يبقى دخل العين والغين. وجت الفاء ودخلت مع نفسها، وبعد كده جت القاف ودخلت هي كمان، اما الكاف ما بقتش تدخل، ما رضتش تدخل، فالجدة قعدت تقول يا كاف، جت الكاف ودخلت هي كمان، يا لام يا لام، جت اللام حاضر يا جدتي هدخل، يا ميم يا ميم، دخلت الميم، يا نون، قامت النون رايحة وداخلة، يا هاء،
كحلية الهاء. يا واو يا واو كحلية الواو. يا ياء يا ياء كحلية الياء. جه زياد وزياد كان عايز يلعب الحروف. قال لها يا جدتي يا جدتي يا وجدة الحروف، انا عايز العب مع الحروف. الجدة قالت لا، ما ينفعش تلعب مع كل الحروف، انا هطلع لك النهاردة يا زياد حرف الالف. حرف الالف. انا الالف والهمزة فوقية. يلا يلا تحية. أنا الألف والهمزة فوقية. يلا يلا تحية. أنا الألف والهمزة فوقية. يلا يلا تحية. فينك يا ألف فينك يا ألف؟ إيه ده الألف فوق العربية؟ فينك يا ألف؟ أنا حطيتها قدام العربية. فينك يا ألف؟ ورا العربية. فينك يا ألف؟ لا 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 تحت العربية. لا 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 في العجلة. لا 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 في شباك العربية. فينك يا هم ألف يا همزة؟ فينك يا ألف يا همزة؟ الألف الهمزة فوق الألف فوق الأسد. لا 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 في بطن الأسد. ورا الأسد في ألف همزة. لا 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 الألف الهمزة تحت الأسد. لا 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 قدام الأسد. لا 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 الأسد بيبتدي بالألف الهمزة المفتوحة. أنا الألف الهمزة ليا أصوات كتير. أول صوت ليا لما يترسم عليا الفتحة واتنطق ألف فتحة أسد. ألف فتحة أرنب. تعالوا نغنوا مع بعض. ألف فتحة أسد أرنب. ألف فتحة أسد أرنب أسد أرنب أسد أرنب أصدقاء. أسد أرنب أصدقاء. ألف كسرة إيه؟ أنا الألف تحتية الكسرة ببقى إيه؟ ألف الهمزة تيجي عليا الكسرة تحتية بتنطق إي إي زي ألف كسرة إي. إبرة إبرة. راح زياد قال له ألف همزة إي إي زي إبريق إبريق. إبريق. ألف كسرة إيه؟ إبريق. ألف كسرة إيه؟ ألف كسرة إيه؟ زي إبرة. ألف كسرة إيه؟ ألف كسرة إيه؟ إبرة إبرة. كسرة إيه؟ ألف كسرة إيه؟ إبريق وإبرة. ألف كسرة إيه؟ ألف كسرة إيه؟ ألف كسرة إيه؟ إبريق وإبرة. ألف فتحة أسد أرنب. ألف كسرة إيه؟ إبريق إبرة. أسد أرنب إبريق إبرة. أسد أرنب إبريق إبرة. تعرف يا زياد؟ تعرف يا زياد؟ قال لها إيه يا ألف يا حمزة؟ قالت له أنا كمان لما بيتحط عليا الضمة بتنطق أو
او او زي كلمه اذن اذن اذن. الف يا همزه يا الف يا همزه. ايوه يا ازياد الله، انت لما بيتحط عليك الضمه بتلاقي او او زي كلمه ام او او ام. الف ضمه او او اذن وام. الف ضمه او الف ضمه او او اذن وام. الف ضمه او او ام واذن او ام واذن. الف فتحه ا اسد ارنب. الف كسره اي ابره ابريق. الف ضمه او ام اذن اسد ارنب ابريق ابره ام اذن اسد ارنب ابريق ابره ام اذن.